انا غنجيك الصراحه وبلاتي وهذا باب بلاتي. واش نخليو الملك يكون اسيستون سوسيال؟ لا نرضى ورجلنا. كنقول لكم مو جو سوي جو لو كريتيك با جو سوي اوروز دو فوار سا ماجيستي كي دون لو سيم سي تانو سي لو سويف. حنا ما كنهضرش عليك انت، الناس اللي في البلاد حتى هما ياك ملي ولات يعني لا فولونتي دو بي كيخلقوا لي ميزون لي ميزون دو ليتيديون كيخلقوا كاين نسيت ما قلتهاش لكم كلكم سمعتوا لي زينيسياتيف ناسيونال ديفلوبمون هيومان، ولكن هذا تاني خصها شويه ديال الوضوح. ماشي نوض انا نخلق جمعيه اليوم حيت عارفه بلي كاين الفلوس ديال الفلوس ديال الدولار تعطيو لي باش ندير مشروع. نكون واضحه مع راسي نقيه، نكون نقيه ندير مشروع. الفلوس كي المشكل الفلوس ما بقاش يطرو، الفلوس يتلقاو شكون اللي يجيري وشكون اللي يكون 100% مستأمن على الامانه ديال عباد الله. انما حنايا حنا زعما على استعداد وناويين نكتبوا نصاوبوا كتاب اللي غادي يمكن يفسر الجمعيات الاخرى اللي بغات دير بحالنا، او لا يمكن مازال ما غاديش دير 100% بحال الدار البيضاء لان العقليه تماهي وباقي الناس عاطيني الاذن باش تولي 4 مليون مثلا باش تكون استثمار. ولكن لوديت ولكن الحساب ولكن هكا فرانك ما يتحبكش. تغديت انا ولا الكوميتي ولا هذا تغديت في لاسوسياسيون نخلص اي الناس صافي سي تو بوا. لا 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 الحاجه لا دابا في دي جون لا لا شوفوا راه شوفي شنو قلت لك قبيله كاينه الشميره عند كل واحد صوتي فيها شعلت شعل الا ما شعلتش اليوم الا ما شعلت شيء غير حيد هذاك صافي هذاك ما فيه كحزير هذا الجامع بعدي منه صافي دير معاه واحد اخر و تديروا الاشعار في التلفازه وي نقول لك بان شوفي دخلي غير الانترنت واقيلا اوني سيغ ميدياتيزي دوزيام المغربيه ميديسات ام بي سي دبي الشرقيه تي في 5 فرانس 3 تلفزيون دا تلفزيون سيرو اي نو ولكن لو بوت ديالي سي انا لو بوت ديالي انا اللي بون دابري سكو جو فوا سي الاشهار اللي تديرو سي بوغ بحال اللي تتشهرو بلاسوسياسيون بوغ تقولو الناس سكو جو فو سي سونسيبيليتي لا سونسيبيليتي ديال المجتمع شويه شتي ملي كتجيك لا تلفزيون وكتجي الام. دابا حنا ولينا اش كنقولو الامهات كنقول انا ما باقيش غادي نبقى نهضر عليك انا ماشي انا ماشي ام عزيبه واخا غادي نهضر في الشبع ما غاديش نعرف نهضر كيف نتنيا. واحد النهار كنتسنت واحده ماما كانت كيدير لها استيجور كانت عندنا لا بي بي سي في رمضان شنو قالت لها داك الصحفي شي حاجه ما جاتش لبالي انا كاع ما عمرها جات لبالي قالت لي ايوا حنا حقا حنا جوج غلطنا وانايا صلحت الغلطه ديالي وشديت هاد البنيه هادي ما لحقتهاش وكيفاش انا المجتمع يعاقبني ويضربني ويأذيني حيت شديت هاد البنيه وهو ما يهضر علي حد هاد عمرها ما كانت غادي تجي لبالي نقولها انا انا سو لو دير دونك ولكن الله يكون في عوانا راه سي با فاسيل سمع عندكم هنا في امريكا ما بقاش في امريكان وجات التلفازه دارت ريبورتاج على لاسوسياسيون وكيهضروا لي ماما هاد لو فران بارلي كنهضر معاك بحال هكا ويلا كانوا هكا ما بغاوش يفهموا المغاربه وغير الله يرحمهم بقى ما يدار. شوفي دو بلوس اون بلوس شوفي دابا تلقاهم تما في لي زافيش سوليداريتي فيمينين من 2003 2005 راه 3000 ام عزيبه اللي دازت عندها 3000 طفل اللي تعطى لهم الحظ باش يبقى مع مو ولقى باه داكوغ 1000 وحده اللي هي خارج من الخارج هي 4000 الوغ كنتمنى ربي باش يكون من 2008 2009 باقي ما عرفتش ما عنديش هذا اون دوبلي براتيكمون دوبلي علاش دوبلي لان لاسوسياسيون وحنا في الدار البيضاء دابا انا كنهضر لكم على سوليداريتي حشومه عليا راه كاينه سوليداريتي فيمينين كاينه مير تيريزا كاينه انصاف كاين لاسوسياسيون اللي مكتوم كاين فيلاج اس او اس كاين بسمه شو شحال ديال الجمعيات كاينين في سميتو دار الاطفال اللي حسنا
نقدر نهضر لكم على لان انا عرفتها قبل كانوا كيدخلوا الاطفال بالعشرات ويموتوا بالعشرات داكوغ ملي شدات على اسوسياسيون الاحسان وشكون يتبنات لاسوسياسيون الاحسان باش وقفت على رجليها الاميره هذه اللي ولات سفيره سميتها في انجلترا لا لا جمانة ملي شدات على لا جمانة وتكفلات بها دابا خلاتها وقف على رجليها المغاربه راه كيبغيو يعطيو الفلوس سكرت تبيني لهم الثقه ولكن انا مع الناس مدام العلوي اللي هي لا بريزيدونت زعما اكزيكوتيف ديال هذا كتقول لك اودي حنا كنحاولوا نلقاو الحل لهاد الدراري الاطفال المتخلى عنهم ولكن حنا بغينا بحال الجمعيه ديال التضامن النسوي وبحال انصاف وبحال 100% امهات وسير 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 الطفل يبقى مع عمو وانا غادي نصرف عليكم فلوس اجتماع في الولايه ديال الدار البيضاء كنا داير اجتماع على هاد لي زينيسياتيف ناسيونال ديفلوبمون هيومان التنميه البشريه حنا الام والطفل كيتقام علينا ب 4000 درهم في الشهر ضربوا الحساب في 3 سنين شحال كتجي كتوقفي على رجليها مشات الا شديتي الطفل متخلى عنه بقدر الخيريه ياك ولا لا ضربيها في 20 عام شحال غادي تجيك الفلوس وشنو اش مواطن غادي تعطيك تعطيك مواطن كيكره المجتمع ما عرفش الهويه ديالو وحنا ربا تيتزوج مع بنته وهذه حاله جات لان حنا الجمعيه التضامن النسوي ربا تيتزوج مع بنته عامين ما عرفهاش اولا الخو مع خو كثر من هاد الطابو كثر من هاد الهضره هادي كيف كنهضر معاك تجي للتلفزيون ديال المغاربه وتقولي بحال هاد الهضره المغاربه قبلوها منك ويتلاقاو بك في الزنقه ويسلموا حتى دوك اللي كانوا حاكموني انا حاكموني في المد... لا انا كنقول دابا كنهضر على التاريخ حاكموني ماشي ما حاكمونيش ولكن اليوم كيجيو يمدوا لي يديهم كيقول لك الحمد لله اللي صبرتي وشكرا اللي صبرتي احنا معاك جاتنا مين حنا ولاد اليوم داك النهار في قنيطره سمحي لي غير هادي قنيطره داروا لي بحال اليوم غادي نسافر واليوم داروا لي تكريم في مثلا الليله فاش غنسافر تكريم في قنيطره واحد الجمعيه صغيره عرضت عليا وجا مع الجمعيات كلهم نقول لك القاعه ديال قنيطره واش كانوا فيها 300 الناس وجاو عيالات ورجال وليداتهم اللي محجبين واللي ماشي محجبين والعجيب في الامر هو ان المدينه هذه تحت الرئاسه ديال بي جي دي يعني الاسلاميين والنائب سامتوش ما جوتروك سي تري بوزيتيف قالت لي انا جيت نرحب بك بسميه الرئيس ديالي كنقول لك مرحبا بك وكنقول لك ملي سمعتك اليوم اش كتقولي فهمنا لغتك حنا معاك راه كتقولي مبارك مسعود عيالات ورجال جالسين بس نورمال باسكو تتهضري راه الا حيت ما بعيدش ولكن راه انا هضرتي هي هادي من بكري مالهم كانوا كيحاكموني قبل ايوا سي با فو لا حول ولا قوه الا بالله معليش يكون سافا باردوني لا غير يكون سافا باردوني في الاخر سي سا ليماج اللي اثرت فيا داك النهار في الاخر غادي نجي في حالاتي جايبي ليا جوج ديال بنيه وليد وليد تكون عنده شي سنين هكا جا كيقرا بوام على قد السنين ديالو وجاي واحد البنية حتى صغيرة هكا ست سنين كتقول لي المهمة المهمة أنا كنبغيك بغيت نكون بحالك ملي نكبر وتغربات بالبكا القاعة كلها كتبكي كتقولي هاني بلغت هادي صغيرة وشات برنامج التلفزيون وتمسات في قلبها دونك لافينيغ تاسيغي كلكو با Voilà, je suis content de bébé. Moi, je suis pas Si vous êtes d'accord, on va prendre le. Ah ouais, d'accord. C'est bon. Ah, c'est bon.
أنصر مع الشعب العالي.